سلام يا أصحاب، أتمنى أن تكونوا على خير. المهم لم أجد تفاعل في الفيديو السابق، ولكن هناك بعض الإخوة والأخوات تفاعلوا وطلبوا فعلا أن تستمر هذه السلسلة رغم أن الكثيرين لم تعجبهم. لهذا سوف أضع فيديو أو فيديوين على الأكثر بالنسبة للإخوان والأخوات الذين طلبوني، لأنني كما عهدتم علي لا أضع أرى غالبية المجموعة. إن لم تكن تعجبكم الشيء لا أضعه ولا أستمر فيه، لذلك لم تتفاعلوا. إذا لم تعجبكم السلسلة، أعجبت القليل، لذلك هذا الفيديو أو الفيديوين سيكون من أجل تلك القلة، لأنني لا أريد أن أحرمهم بسبب آخرين، ولكن كما قلت لكم الغالبية، أنا آخذ على رأي الغالبية لأن الغالبية لم تعجبهم. هذا سألبي طلبكم بفيديو أو فيديوين فقط، وهناك الكثير من الجمل، من الكلمات والجمل والمصطلحات للأسف، ولكن صدقوني الغالبية أحسوا بأن هذه السلسلة غير مفيدة، ولكن سيندمون. تأكدوا من كلامي، سوف تصلون إلى كلامي وسوف تتمنون لو أقوم بالسلسلة من جديد في تلك الوقت، ولكن سيكون قد فات الأوان. المهم هذا غير مهم بالنسبة للإخوان الذين طلبوا. كما قلت لكم حاولوا أن تتواصلوا معي في الواتساب بطبيعة الحال، الذين يريدون فعلا هذه المصطلحات، وسوف إن شاء الله سوف تلك القلة سوف لا أحرمهم بطبيعة الحال. ولكن بالنسبة للقنوات، القنوات للجميع كما رأيتم أن الغالبية لم تعجبها، لذلك سامحوني. سوف أضع فقط الأشياء التي تعجب الغالبية. بالنسبة للإخوان كما قلت المهتمين يتواصلون معي في الواتساب، لأنني سبق ووضعت مجموعة الواتساب، الذين يوجدون عندي في مجموعة الواتساب يتواصلون معي، سوف أعطيهم الكلمات والمصطلحات التي نعمل عليها في هذه السلسلة. ونبدأ مع فيديو اليوم. أول مصطلح هو مينومالي. مينومالي تسمعون كثيرا هذه الكلمة، مينومالي نقصد بها مثلا لحسن الحظ، بير فورتونا، فورتونا التمانتي، لحسن الحظ مثلا، او مثلا امر اقل شرا، مثلا شيء جيد، مثلا كان سيقع امر مثلا، وقلنا مثلا وقع ذلك الامر نقول مينومالي، زعما اقل شرا او مثلا لحسن الحظ ان ذلك الشيء لم يقع مثلا. نعطيكم مثلا مثال، مينو مالي كي ميو فراتيلو اي فينوتو ادايو تارمي، مثلا عملت شيء مثلا او وقع لك شيء فتقول لحسن الحظ اخي اتى مثلا لمساعدتي. مينو مالي كي ميو فراتيلو اي فينوتو ادايو تارمي، او مثلا مينو مالي كاوجي تشيلسولي، مينو مالي لحسن الحظ كنت تريد ان تقوم بشيء وتمنيت ان يكون تكون الشمس. مينو مالي كي اوجي تشيل سولي، مينو مالي كي اوجي تشيل سولي، مينو مالي كي اوجي تشيل سولي. المصطلح الثاني هو ماغاري. ماغاري عندها معنيين، دو سينيفيكاتي، لديها معنيين. المعنى الاول هو الاحتمال، فاش كنقولوا الاحتمال ديال شيء، لا بروبابيليتا، مثلا بحال ربما، فورسي او بروبابيلمنتي، ولا مثلا بودارسي، يمكن ان يكون او يمكن ان يعطي مثلا، او كذلك يمكن ان يكون بويسري. قلنا الاحتماليه، فاش نقولوا ربما سيقع ذلك الشيء، فورسي سيقع ذلك الشيء. مثلا نعطي مثال او مثالين، ماغاري الميتيو سي زباليا اي دوماني تشي سارا إل سولي، ماغاري الميتيو سي زباليا اي دوماني تشي سارا إل سولي، ماغاري الميتيو سي زباليا اي دوماني تشي سارا إل سولي. مثال تاني، ماغاري الهام كامبيرا ايديا اي تورني رادا تي، ماغاري الهام كامبيرا ايديا اي تورني رادا تي. والمعنى الثاني، اللي هو واحد الرغبة كبيرة ولا التمني، تتمنى شيء مثلا، اون فورتي ديزيداري، مثلا عندما نقول مثلا اتمنى سبيرو كذلك تتمنى شيء تقول ماغاري. اعطيكم مثال اللي كيتفهموا، مثالين، ماغاري بوتيسي فينير ان فاكانسا كون تي، ماغاري زعما اتمنى، magari potessi venire in vacanza con te. Michel Cheni, quest'estate vieni in Marocco con me. Quest'estate vieni in Marocco con me. Celicen, io metto essere furbo come un volpi. Essere furbo come un volpi.
بمعنى هنا تكون مثلا ماكر. فوربو هو ماكر، هو الذكي مثلا، الذي فيه تصرفات مثلا كالثعلب، يكون ماكرا وذكيا في تصرفاته، الذي يقوم بأمور ماكرة جدا. عندما مثلا الشخص تجد أنه ذكي ويتصرف بمكر، تقول له مثلا سي فوربو كومي انفولبي، ولا مثلا كان مثلا ارا فوربو كومي انفولبي. ماكر كالثعلب، يعني ذكي ذكي، لأن تعرفون أن الثعلب ذكي وماكر. أعطيكم مثال سيعجبكم جدا. البروفيسوري دي كازا دي بابل è stato uno dei ladri più famosi. Nessuno riusciva a prenderlo perché era furbo come i volpi. Allora, al professore è stato uno dei ladri più famosi. Nessuno riusciva a prenderlo perché era furbo come un volpi. تعرفون البروفيسور كيف كان ماكر، يعني ذكي، يعني تصرفاته وأفكاره تكون فيها مكر. كذلك نقول هنا الشخص لكي تقول لشخص مثلا أنت ماكر، سي فوربو كما قلت لكم، سي فوربو مثلا. فيغو، تسمعون هذه كذلك كثيرا، ترى الشخص يقول مثلا لشخص مثلا فيغو، سي فيغو، ولا مثلا يذكر له أمرا يقول له فيغو. فيغو هي جميل أو رائع أو ممتاز مثلا. مثلا شخص يقول لك مثلا سونو دي ماروكو، دي ماروكو، هو يعجبه مثلا المغرب، يقول لك أو فيغو، أو فيغو مثلا. المصطلح الخامس، إسيري بونو أو بونا كومي الباني. تعرفون مثلا تسمعوا شخص مثلا يقول لك مثلا سي بونو ولا سي بونا كومي الباني، بمعنى أن تعرفون أن الخبز أنه طيب ولذيذ وجميل. مثلا عندما شخص يكون ظريف مثلا وعنده شخصية هادئة وإنسان يتصرف بشكل جيد، تقول له هكذا، أو جميل كذلك، لأن كما تعرفون الخبز طعمه لذيذ. Essere buono come il pane، كما قلت لكم. سأعطيكم مثال مثلا، Sono fortunato perché il mio capo è buono come il pane. Sono fortunato perché il mio capo è buono come il pane. وهذه المصطلح حاولوا ان تستعملوه كثيرا، خصوصا مع الناس الكبار سوف يعجبهم كثيرا. انت كنت تتكلم مع اي شخص مثلا اقول له غراتسي مثلا سي بونو كومي الباني، فهمتموني؟ حاولوا ان تستعملوا هذه المصطلحات التي تحببون الناس اليكم وتجعلهم يرتاحون اليكم، حاولوا ان تستعملوها. سادسا، essere felici come una Pasqua. essere felici come una Pasqua. باسكوا هو عيد الفصح، يعني زعما هذه اللي سميتو لان العيد اللي يكون فيه الفرح وكذا، مثلوه مثلا كعيد الفصح عندهم عند الايطاليين. مثلا تقول مثلا شخص او انا سونو فيليتشي كوميون باسكوا، يعني انا سعيد مثلا، يعني سعيد جدا، انا سعيد جدا مثلا. او تسمع شخصا يقول لك مثلا انا سونو فيليتشي كوميون باسكوا، تعرف انه يقول بانه سعيد جدا. مثلا نقول مثلا فاطمه اي فيليتشي كومي اونا باسكوا بيركي دوماني سي سبوزا. سي سبوزا فاطمه اي فيليتشي كومي اونا باسكوا بيركي دوماني سي سبوزا. فاطمه اي فيليتشي كومي اونا Pasqua perché domani si sposa. المصطلح او الجمله السابعه هي non avere pelle sulla lingua. 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 هذه تقول مثلا للشخص الذي مثلا الذي في قلبه او الذي يفكر فيه، الشيء الذي يفكر فيه يقول له، يقوله لا يفكر. مثلا كما نقول مثلا الذي في قلبه على لسانه، هذا هو المعنى الصحيح. مثلا اعطيكم مثلا مثال، ميتزيه نون ابيلي سولا لينغوا، كواندو كالكوزا نون لي فا بيني لو ديتشي سامبري. ميتزيه نون لي ابيلي سولا لينغوا، كواندو كالكوزا نون لي فا بيني لو ديتشي سامبري. ميتزيه نون ابيلي دو سولا لينغوا، كواندو كالكوزا نون لي فا بيني لو ديتشي سامبري. Rompere il ghiaccio, rompere il ghiaccio, rompere il ghiaccio.
بمعنى هي مثلا المعنى الصحيح مثلا هي كسر الثلج، ولكن انها تي تقال مثلا عندما يكون مثلا هناك حديث مثلا او تريد مثلا تعرف على فتاه او تتعرفين على فتاه، تقول يقول لك صديق مثلا باي رومبير الكاتشو، زعما كسر ذلك الخجل وكسر ذلك السكون، ومثلا يكون هناك اجتماع مثلا وتريد ان تقول للجماعه التي معك مثلا باي انديامو رومبير الكاتشو، مثلا دعونا نكسر هذا الصمت ونكسر مثلا هذا الثلج بهذا المعنى مثلا، الخروج من حاله السكون او حاله الخجل مثلا الى حاله مثلا الانطلاق مثلا للكلام رومبير الكاتشو. المهم هذا ما كان الفيديو، كما رايتم هذه المصطلحات وهذه الفيديوهات لن تجدوها، وراينكم لن تجدوها في اي فيديو اخر، لانني بحثت في اليوتيوب حتى طيبت كما نقول. المهم كما قلت لكم، كما وعدت الاخوه الذين طلبوني فقط هذا الفيديو وفيديو اخر ان شاء الله، وسوف اتوقف عن السلسله، وكل من يريد مثلا من هذه المصطلحات قلت لكم ان يتواصل معي في الواتساب. أتمنى أن تبقوا سالمين. بالنسبة للأحباب الذين أراهم دائما في التعليق، أصبحتم كعائلتي، هذه تحيتي لكم، دمتم سالمين.